الحقيقة لسنا شاربين الشاي بالياسمين، ولكن نشرب الشاي القهوة السادة كلها نحن بعيد عن سيناء. أول مطلب لنا أخوانا الأعزاء الكرام هو العودة، العودة إلى الموطن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهو دعوة نبي: اللهم اجعل كل ديرة عند اهلها شام، واحنا موطننا هو شامنا. حتى لا احد يزايد علينا، نحن مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع جيشنا وشرطتنا، وسنبقى في خندق واحد معهم، سنبقى وقود يحترق من اجل بلدنا. وهذا ليس لنا منة على وطننا، ولكن هذا الواجب قدمنا الكثير وسنقدم، ولكن لنا مطالب، وهنريد العودة أولا ثم حال الناس. والله إن الله سيسألنا جميعا عن حال الناس. ماذا قدمنا؟ ماذا قلنا؟ ليس خطابنا شعارات أو كلام، ولا أولكم، ولكن لابد أن نقف مع نوابنا وفي ظهرهم وأمامهم، لابد أن نطرق جميع الأماكن لأجل هذا الشعب المطحون. لأن في حالة استثنائية الآن في بئر العبد لها شهرين، وأتمنى أن من يقف من النواب أو من أهالي بئر العبد ويقول أنا لها، أنا لها سأحكيها لكم. هناك 100 أسرة في بئر العبد في كردون المدينة، هذه 100 أسرة قدمت 30 شهيد من أجل هذا البلد. قفلت عليهم الأبواب، قفلت عليهم الطرق وهم داخل كردون المدينة. وقيادتنا فتحنا الغزلان، فتحنا تفاحة، حتى ليس لي معرفة كثيرة بئر العبد، ولكن هذه القبيلة السواركة التي ضحت الكثير منهم وأبنائهم، هناك 100 أسرة قفلت عليهم الأبواب. من يقف من النواب الآن أو من يقول معكم ونفتح الطريق، نطلق الأبواب للناس. 100 أسرة قفلت عليهم سبل الحياة، وهم قدموا شهداء حتى لا أحد يزايد عليهم. هذه نقطة. النقطة الأخرى تعويذات أبناء سيناء. لابد أن نتكلم عن تعويذات أبناء سيناء. أبناء سيناء جاءوا من هناك ومنهم إلى البحر، منهم إلى البحر، سلام عليكم أيها الغلابة والفقراء. من قال من أخذ تعويذات من أبناء سيناء لا يتعدى 1%. نريد الأخوة النواب والمشايخ أن يطلقوا على جميع الباب، وإذا عصي باب منهم لا مش بقول حكفلهم يعني افتحوا بالقوة، ولكن نطرق الباب الأعلى والأعلى والأعلى حتى نأخذ أقل الحقوق. نريد أن نحيا كراما، نريد أن نحيا كراما. نريد رفض تكذيبا للإعلام الأصفر، الإعلام الأصفر الذي شوه سيناء وجعل سيناء طورة طورة وكأنها قندهار. لا، سيناء أرض الصمود، سيناء أرض الكرامة. أبناء سيناء ضحى منهم كثير، عندما تقع عمارة في مصر يقف الإعلام كله إن هذا الإعلام، إن هذه العمارة وقعت في سيناء، فيقل عن 15,000 بيت. أين إعلام سيناء؟ أين إعلام الجمهورية؟ أبناء سيناء ضحوا بالكثير، الأراضي رمزحت والشباب رحلت. لابد أن نرى الشباب، إذا أنت رميت بالشباب من البر إلى البحر إلى هنا، فماذا تريد من الشباب سيناء؟ يا أخوان